أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بأخبار منتخبنا الأولمبي. ففي أول مباراة له بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، تعادل الأبيض الشاب مع نظيره الفيتنامي دون أهداف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة. انطلقت بإمارة الفجار منافسات بطولة الحكم الدولي المرحوم عيد فيروز للتايكوندو من تنظيم اتحاد الإمارات للتايكوندو بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة. وخصصت المنافسات للذكور على أن تقام في الجمعة المقبلة الجولة الثانية للإناث، وقررت إدارة اتحاد اللعبة تنظيم البطولة عرفانا بالدور الذي قام به المرحوم عيد فيروز بدعم اللعبة في كل المجالات، وبمباركة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد. اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الجماعية الثانية خلال إجازة الشتاء 2019-2020 التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 980 لاعبا ولاعبة من فئات الصغار والأشبال والبراعم في ألعاب كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة بأندية الإمارة الباسمة. في الكرة الإماراتية تقام في هذه الأثناء أولى مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي بين الجزيرة وضيفه شباب الأهلي دبي حامل اللقب، وتشير النتيجة حتى الآن إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله. تقدم فرسان الأهلي بهدف محمد مرزوق في الدقيقة 29، وأدرك عمر عبد الرحمن التعادل في الدقيقة 58. المباراة الأخرى انتقل إثارة عن سابقها وستكون مرتبطة بذكرى جيدة بالنسبة للنصر الذي يحل ضيفا مرة أخرى على العين بملعب هزاب زايد. وشهدت مباراة الفريقين في دوري الخليج العربي إثارة كبيرة بعدما تقدم الزعيم بهدفين نظيفين قبل أن يعود العميد في الوقت القاتل ويحقق التعادل، وهي الذكرى التي يسعى العين إلى محوها. وتعد مواجهة النصر مباراة استثنائية بالنسبة لأصحاب الأرض، خاصة أن اللقاء سيشهد الظهور الأول بالنسبة للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي خلف المدرب الكرواتي إيفان نيكو. في السلة الإماراتية حقق الشارقة فوزه السابع على التوالي بتغلبه على شباب الأهلي دبي ب 92 نقطة مقابل 87 ضمن منافسات الدوري الإماراتي لكرة السلة، ليحافظ الملك على موقعه في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.